هي الفترة الإخبارية في أولى مواضيع النقاش لنهار اليوم. سنعود إلى الملتقى الوطني للتقييم المرحلي للتحول الرقمي في قطاع التربية الذي شهدته أو نظمت فعالياته خلال 8 و9 مارس الجاري. العديد من النقاط تم التطرق إليها فضلا عن العديد من المقترحات التي اقترحها المشاركون في هذا الملتقى من أجل تعزيز التحول الرقمي في قطاع التربية. للحديث عن الموضوع أسعد باستضافة عبر تقنية سكايب يزيد بوعناني، مكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمدراء الثانويات. صباح الخير أستاذ بوعناني. وليس بوعناني، شكرا. إذن سيد بوعناني، ما هي أهم المقترحات التي تم التطرق إليها وطرحها خلال الملتقى الوطني الذي جرت فعالياته خلال اليومين الماضيين حول تقييم مرحلي لعملية التحول الرقمي في قطاع التربية بالنظر إلى التطور الكبير والنسب ربما المتطورة التي شهدتها الرقمنة في قطاع التربية التي تصدرت كل القطاعات حسب آخر تقييمات للحكومة؟ شكرا أولا على هذه الدعوة. وأولا طبعا التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية يمكن نتناوله على محورين رئيسيين. المحور الأول وهو محور التسيير الخاص بالتسيير الإداري والتسيير المالي والتسيير البيداغوجي، وهو المحور الذي حقق فيه قطاع التربية الوطنية نستطيع أن نقول أشواطا يعني مقبولة في جانب التسيير الإداري والتسيير كما قلنا البيداغوجي والمالي. أما المحور الثاني وهو المحور الأهم بالنسبة لقطاع التربية الوطنية هو تحقيق التحول الرقمي في مجال التعليم، وهنا ما زلنا يعني لحد الآن لم نخطو خطوات ممكنة تمكننا من وضع أرجلنا على هذا المنوال، وهذا هو الأهم. يعني التحول الرقمي في مجال التعليم أصبح شيئا ضروريا، وينبغي لوزارة التربية الوطنية وللدولة الجزائرية أن تفكر فيه تفكيرا جديا حتى نستطيع على الأقل أن نصل أو أن نضع أرجلنا مثل ما هي الحال بالنسبة للدول التي خطت أشواطا كبيرة في هذا المجال. إذن بالنسبة للتحول الرقمي كما قلنا أن قطاع التربية الوطنية في مجال التسيير حقق قفزة نستطيع أن نقول أنها مقبولة، وهذا الملتقى جاء لتقييم هذا المجال، يعني مجال التحول الرقمي في مجال التسيير خاصة، ولتقديم المقترحات من قبل مختلف الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ وغيرهم في هذا المجال. طبعا هناك مقترحات كثيرة قدمت من قبل الشركاء الاجتماعيين، ومن بينها نقابة المجلس الوطني المستقل لمديرية الثانويات. وهذا التحول الرقمي من بين المقترحات التي قدمت والتي نراها ضرورية، هو أن يجب أن تعم يعني أن يسمح لجميع المصالح في المؤسسة التربوية أن تلج هذا التحول الرقمي، وليس فقط لمدير المؤسسة، بحيث أن المؤسسة على الأقل بها مصلحتين بيداغوجية ومالية، ولا بد لكل مصلحة أن تسير أمورها على حدة، ويبقى مدير المؤسسة هو الذي يراقب هذه الأعمال. وكذلك من بين المقترحات التي شددت عليها الشركاء الاجتماعيين هو ضرورة، وخاصة رؤساء المؤسسات التربوية، أنه ضرورة يعني تخصيص منصب لعون أو لمهندس أو لتقني سامي مثلا يقوم خاصة يكون يعني مسؤولا على 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 ما يمكن أن نسميه مكتب الرقمنة، يعني تخصيص منصب عادي رسمي في قطاع التربية الوطنية، وهذا المنصب من المفروض أن يتولاه المختصون في مجال الإعلام الآلي، لأنه لا بد أن يكون هناك اختصاص.
نعم أستاذ بوعناني، لو نعود إلى نقطة ربما تعميم استغلال واستعمال الرقمنة على كل أفراد المجموعة التربوية وليس كما ذكرت حكرا فقط على مدير المؤسسة، هل قدمتم في هذا الصدد مقترحات وحلول تطبيقية وفعالة ربما على مستوى كل مؤسسة تربوية على حدة؟ ونؤكد على أن الاسم هو بوعنان وليس بوعناني حفاظا على الهوية. ثانيا بالنسبة لسؤالك، يعني أكيد أنه المؤسسة التربوية بها كما قلت على الأقل الثانويات بها مصلحتين، كل مصلحة عندنا المصلحة البيداغوجية وعندنا المصلحة المالية. إذن المصلحة البيداغوجية يترأسها الناظر، وهذه المصلحة البيداغوجية تتبع أيضا كل ما يتعلق بالأساتذة، كل ما يتعلق بالتلاميذ، كل ما يتعلق بمواظبة الأساتذة بمواظبة التلاميذ إلى آخره. يعني كل ما يتعلق بالجانب تاع الجانب البيداغوجي والجانب التربوي يعود إلى هذه المصلحة، وطبعا لها أعمال كثيرة يومية، وبالتالي يجب أن تعطى مثلا لهذه المصلحة وعلى رأسها الناظر أو مستشار التربية والمشرفين التربويين أن تعطى لهم يعني طريقة للولوج من أجل إنجاز أعمالهم عبر الفضاء الذي يسمح لهم أو عبر الأيقونة الخاصة بهم، سواء تعلق الأمر مثلا بالتقرير اليومي الذي يفصل جميع مراحل، يعني يفصل كل الحيثيات الخاصة بتعلم التلاميذ وكل الحيثيات الخاصة بحضور الأساتذة وب غياباتهم وبتنفيذ مناهجهم إلى آخره. إذن هذا في الجانب المتعلق بالجانب البيداغوجي. إذن يجب لهذه المصلحة أن يكون لها صلاحية الولوج إلى هذه الرقمنة من أجل إنجاز أعمالها اليومية العادية. بالنسبة أيضا المصلحة المالية، وهذه مصلحة مهمة جدا طبعا يترأسها السيد المقتصد، والمصلحة المالية والمادية، فهنا كل ما يتعلق بالجانب المالي والمادي، ويجب أيضا أن يسمح للمقتصد ولأعوان الذين يشاركونه في العمل من أجل أن يقيموا أو ينفذوا أعمالهم عبر هذا الفضاء، لأنه تنفيذ الأعمال عبر الفضاء الرقمي سيسهل لهم الأعمال وسيسرع أيضا الأعمال وستصبح أعمالهم ناجعة وسريعة، وهناك فوائد كبيرة طبعا بالنسبة ل رقمنة هاتين المصلحتين. من بين هذه الفوائد كما قلنا الفعالية والسرعة في تنفيذ الأعمال والمهام. نعم دائما ضمن عنصر التسيير ربما، ماذا عن اقترحتم إعادة تفعيل بوابة أو موقع ترقية بالنسبة للأساتذة أو كل المنتمين إلى المجموعة التربوية؟ نعم هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، وبطبيعة الحال هذا الفضاء ممكن، لأنه الترقيات وكل هي أعمال ممركزة، يعني تتم على مستوى مديريات التربية، وعند رقمنتها ستسهل الكثير من الأعمال بالنسبة لهذه الهيئات، يعني مديرية التربية أو وزارة التربية الوطنية، وتقضي على الكثير من المظاهر البيروقراطية، وأيضا تقلل من نسبة الأخطاء. وأعتقد أنه مثلا الحركة التي تم رقمنتها حركة الأساتذة، يعني الحركة السنوية للأساتذة والموظفين، تم رقمنة العام الماضي حركة الأساتذة، وكانت العملية يعني بشكل أو بآخر مقبولة إلى حد ما، ويجب تعميم هذه العملية لتشمل الحركة ولتشمل الترقية ولتشمل أيضا المسابقات إلى آخره. فهذه العملية كما قلنا لها فوائد كثيرة، وسوف أيضا من بين هذه الفوائد هي إضفاء الشفافية والوضوح في عمل الأجهزة وفي عمل الإدارات، وكذلك وفي معالجة الملفات، والقضاء كما قلنا على مظاهر البيروقراطية وتسريع الأعمال والفعالية في تنفيذ المهام، وأيضا ترشيد النفقات، بحيث أنه إذا استطعنا أن نعمم هذه الرقمنة ولا يمكن ولا يعني لما نتكلم عن الرقمنة ينبغي أن تكون الرقمنة بمعناها الحقيقي، ماشي ندير الرقمنة وندير بالمقابل تاعها ملفات ورقية كما هو يعني
كنا نعمل في السابق. نعم أستاذ بوعنان، دائما في إطار الرقمنة، أين وصلت رقمنة في قطاع أو في ما يتعلق بعمليات تسجيل نقاط التلاميذ وحتى المراسلة، كل ما هو يعني متعلق بنتائج التلاميذ في الطور الثانوي؟ نعم هناك تقدم كبير بالنسبة لهذا المجال، يعني أن رقمنة في قطاع التربية الوطنية كما قلت في جانب التسيير الإداري خطط خطوات مقبولة، وكذلك في جانب التسيير كما قلنا تمدرس التلاميذ، أي في بما يخص حجز النقاط والمجالس وإلى آخره والانتقال إلى آخره، فالعملية أصبحت 100% مرقمنة، ولكن كل الأعمال تقع على عاتق مدير المؤسسة وعلى عاتق الأمانة الخاصة بمدير المؤسسة. المفروض أنه حجز النقاط يتم مباشرة على فضاء الأستاذ، يعني أن كل أستاذ يدخل للفضاء عن طريق كلمة السر تاعه، عن طريق اسم المستخدم، ويحجز النقاط بنفسه من بيته أو من قاعة الأساتذة إلى آخره، ولا دخل للإدارة في ذلك. الآن العملية فيها نوع من كما قلت أن الأستاذ يجيب لك يعني النقاط في 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 ملف ويتم حجزها، حتى وإن كان العملية يعني ما هيش معقدة جدا، ولكن نعم أستاذ بوعنان، هل اقترحتم في ضمن التقييم المرحلي لعملية الرقمنة، هل اقترحتم هذه النقاط التي تتحدث عنها الآن؟ بطبيعة الحال من بين المقترحات التي تم اقتراحها من قبل مختلف الشركاء الاجتماعيين هو أن يتم كما قلت لكل جهة تدخل الفضاء نتاعها، من بينها الأستاذ، الأستاذ عنده فضاء فيدخل إلى الفضاء ويتم وهو المسؤول عن حجز نقاطه، ولا يمكن لأحد أن يغير له النقاط، وفقط المدير دوره هو دور طبعا رقابي يتم عن بعد، وأن هذا المدة لحجز النقاط تكون محدودة، يعني بعد أن يحجز النقاط يتم غلق هذه حتى يتم التلاعب بنقاط التلاميذ ويعاد فتحها إلا بطلب، يعني إذا كان فيه أخطاء مثلا يعاد فتح هذا الفضاء بطلب من الأستاذ وتقديم المبررات التي تجعل منه أو يعني الخطأ، أين تم الخطأ ليتم تصحيحه. إذن هذه العملية اقترحناها منذ مدة وليس فقط في هذا الملتقى، ونتمنى طبعا من وزارة التربية الوطنية والهيئات المختصة داخل الوزارة أن تعمل بهذه المقترحات حتى تسهل العمل وحتى يصبح الجميع مسؤول عن عمله في إطار الرقمنة. نعم أستاذ بوعنان، في بداية حديثنا تحدثت عن تحول الرقمي في مجال التعليم، لأن اليوم يعني كل ما هو رقمنا يعني في مجال التسيير والبيداغوجيا، اليوم لو نتحدث عن التحول الرقمي في مجال التعليم، ما هي ربما الخطوط العريضة أو النقاط التي يجب أن يبدأ منها هذا التحول الرقمي؟ طبعا في مجال التعليم هذا التحول يتطلب أولا إمكانيات ضخمة ويتطلب وقت وتدرج في اتخاذ القرار، وزارة التربية الوطنية يعني قامت بخطوات العام الماضي من خلال بعض النماذج في المدارس الابتدائية حيث وزعت اللوحات الإلكترونية، لكن يبدو أن العملية لم يتم متابعتها بالشكل الجيد وبالشكل الفعال ولدى الإيمان. طبعا كما قلت التحول الرقمي في مجال التعليم هو شيء ضروري الآن، لأنه كل الدول المتقدمة الآن وفي الجامعات وفي الثانويات والمؤسسات التربوية تسير رويدا رويدا نحو هذه الاتجاه، ولكن فيجب أن نضع بعين الاعتبار أن التحول الرقمي في مجال التعليم يتطلب إمكانيات ضخمة، فمن بين الإمكانيات التي يتطلبها مثلا أن كل فوج تربوي في وكل قسم يجب أن تتوفر له مثلا صورة تفاعلية، ويجب للتلاميذ أن تكون عندهم لوحات إلكترونية وأجهزة إعلام آلي، يجب للمؤسسات التربوية أن تكون لديها طبعا أنترنت بتدفق عالي جدا حتى لا تتعطل الأمور، إضافة إلى أنه المناهج والبرامج التربوية يجب تكييفها مع هذا الوضع، مع يعني التحول الرقمي، لأن البرامج والمناهج الموجودة حاليا هي برامج التي تقدم مباشرة على السبورة وليس على السبورة التفاعلية. إذن فهذه النقاط من بين ربما الصعوبات
التي يمكن أن تكون أمام تحقيق هذا التحول في التعليم، ولكن يجب أن نفكر رويدا رويدا في التحول إلى التعليم أو التحول الرقمي وتحقيق التحول الرقمي في مجال التعليم، لأنه لا مناص لنا من أن نتبع هذا المنوال إذا أردنا حقيقة أن نحقق الجودة المرغوبة في التعليم. فالتحول الرقمي أيضا يساعد على تحقيق الجودة في التعليم، خاصة وأن الأجيال الجديدة كلها تتفاعل مع هذه الحياة الجديدة الرقمية ومع التواصل الاجتماعي ومع أجهزة الإعلام الآلي والإلكتروني، ففي مجال الممارسة يعني ليس هناك إشكال. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ يزيد بوعنان المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمدراء الثانوية، شكرا على كل هذه التوضيحات. شكرا، بارك الله فيك.